يحيى الثالث أو يحيى بن القاسم بن إدريس الثاني لم يعرف بالضبط تاريخ ولادة السلطان اللي تولى حكم الدولة الإدريسية سنة 883 ميلادية بأمر من أهالي مدينة فاس، بعد ما سقطت هذه المدينة اللي كانت عاصمة الأدارسة في يد القائد عبد الرزاق الصفري، وهروب السلطان الإدريسي علي الثاني صوب قبيلة أوربة باش يتخبى تما بعد ما قتل ليه القائد عبد الرزاق الصفري أغلب الجنود ديالو، فاستغاثوا أهل مدينة فاس بالأمير يحيى بن القاسم بن إدريس الثاني باش يفكهم من هذه المشكلة، لا سيما وأنه كينتمي للعائلة الحاكمة وما غادي يفكهم من هذا المشكل إلا هو. وبالفعل في سنة 883 ميلادية غادي يوصل يحيى بن القاسم لمدينة فاس وغادي يتحارب مع القائد عبد الرزاق الصفري وغادي يغلبو، بل وغادي يخرجوا نهائيا من مدينة فاس والأنحاء ديالها، وغادي يرجع الاستقرار شيئا ما لمدينة فاس بعد ما تلقى المبايعة من جميع القبائل المغربية، لكن ما هي إلا شهور قليلة حتى غادي يعلن السلطان الإدريسي الحرب على دولة الخوارج الصفريين اللي كانوا كيشكلوا خطر على الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى، ولذلك قرر يتحارب معهم باش يتهنى منهم للأبد. وتم بدات حروب طاحنة بين الأدارسة والخوارج الصفريين، وفي أثناء هذه الحروب عرفت المغرب والأندلس واحد الجفاف خطير لمدة ديال 7 سنوات، عرفت فيه جميع القبائل المغربية والأندلسية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بسبب نقص المواد الأساسية. وبعد هاد الشي بسنتين غادي تعرف المغرب انتشار واحد الوباء قاتل تسبب في وفاة عدد كبير من الأهالي. يقول الناصري في كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى في سنة 66 و200 هجرية، أي في عهد السلطان الإدريسي يحيى بن القاسم، كيقول الناصري كانت السما حمراء لواحد الدرجة كبيرة الليل كامل من أوله إلى آخره، ولم يعهد أي ما عمرنا عشنا أو شفنا بحال هذاك المنظر. كيضيف الناصري في نفس الكتاب في سنة 267 هجرية وبالضبط في يوم الخميس 22 شوال غادي تعرف المغرب زلزلة عظيمة لم يسمع بمثلها من قبل، تسببت في انهدام القصور وانحطت منها الصخور من الجبال، وفر الناس من المدن إلى البرية من شدة اضطراب الأرض، وتساقطت السقوف والحيطان وفرت الطيور عن أوكارها. كيقول ناصري هاد الأحداث اللي عودت لكم عشتها المغرب والأندلس حتى هي، بل عاشوها جميع من يقطن في البحر الرومي، وهنا كيقصد البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها لم يمت فيها أحد لطفا من الله تعالى بخلقه. هاد الأحداث كلها بالإضافة لحرب الأدارسة مع دولة الخوارج الصفريين غادي تؤدي لوقوع ثورات وفتنة كبيرة في جميع أنحاء المغرب والأندلس، بل وصلت حتى لإفريقيا اللي كانت كتعاني بدورها من مجاعة بسبب الشتاء اللي ما طاحتش لواحد المدة طويلة، الشيء اللي تسبب في مجاعة خطيرة في المغرب والأندلس وحتى إفريقيا. أدت هذه المجاعة لدرجة أن الناس كانوا كياكلوا بعضهم، وبسبب انتشار الأوبئة القاتلة كانوا كيدفنوا عدد كبير من الخلق في قبر واحد بشكل جماعي، بل ما كانوش كيغسلوه ولا يصليوا عليه. أما عن السلطان الإدريسي يحيى بن القاسم فكانت النهاية ديالو على يد القائد العسكري الربيع بن سليمان سنة 292 هجرية. هذا الربيع بن سليمان هو واحد من أهم رجال يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس الثاني، واختصارا يحيى الرابع، لكن علاش تم اغتياله الله أعلم. اللي كان عرفوا حنا هو أن السلطان يحيى بن القاسم دوز حياته كلها في القتال مع الخوارج الصفريين، وبعد ما مات تم مبايعة السلطان يحيى الرابع سلطانا لدولة الأدارسة خلفا ليحيى بن القاسم. هذا السلطان اللي كيقول لنا عليه ابن خلدون كان أعلى بني إدريس ملكا، فما هي قصته وكيفاش غادي يسير دولة منهكة داخليا وخارجيا؟ وكذلك كانت الوقت ديك الساعة كتعرف قلة المطر وانتشار الأوبئة، وخارجيا طموع الدولة المجاورة في احتلال مدينة فاس وإسقاط دولة الأدارسة. هادشي اللي غادي نعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية على السلطان اللي غادي يكون ما قبل الأخير لدولة الأدارسة. أما عن يحيى بن القاسم فكما سبق وقلت كانت النهاية ديالو على يد
ولد عمه اللي هو يحيى الرابع او يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الثاني. علاش قتلو؟ هذا سؤال ما عنده الجواب، واللي عنده شي معلومه يكتبها لنا اسفل في التعليق. غادي يتم دفن السلطان يحيى بن القاسم بطل الحلقه ديال هذا اليوم بعد ما تم اغتياله سنه 292 هجريه في قبيله جوطة المتواجده في شمال المغرب، وبالضبط على نهر سبو. لكن بسبب واحد الفيضان عاشته المنطقه غادي تخرب هذه القبيله وغادي تختفي الاثار ديالها. اذا كالعاده موعدنا الحلقه الجايه ان شاء الله مع معلومات جديده. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش دعم هذا المحتوى بلايك ومشاركه حتى تعم الفائده. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله.